حملة اقتحامات واعتقالات تساعدها السلطات الإسرائيلية ضد الأحياء العربية في القدس، وبخاصة حي العيساوية الذي يواجه في الآونة الأخيرة مداهمات متكررة يتعمد جيش الاحتلال تنفيذها خلال توجه الطلبة صباحا إلى مدارسهم وإيابهم منها إلى منازلهم، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوفهم. هذا يعني أصبح جزء من نظام حياتهم للأسف الشديد دون أن يلتفت أحد إلى هذه المعاناة اليومية. كل هذا يهدف إلى إخضاع وتركيع وأيضا تهجير هؤلاء المواطنين ودفعهم إلى ترك القدس من أجل تهويدها بشكل كامل. كل فلسطيني مستهدف في كل مكان، ولكن تحديدا الأحياء المقدسية الآن يزداد الضغط عليها وبشكل ممنهج. عمليات المداهمة الواسعة اكترافقت مع مئات اخطارات هدم للمنازل الفلسطينية تم توزيعها في حيي سلوان وجبل المكبر جنوب القدس، كما توازت مع رسالة احتجاجية مشتركة أعدتها 8 دول أوروبية لأول مرة تطالب بها إسرائيل بدفع تعويضات لها بسبب قيامها بمصادرة وهدم مبان ومنشآت مولها الاتحاد الأوروبي في المناطق المصنفة جيم بالضفة الغربية. هذه دول ضغطت بقوة أنه لا يحق لإسرائيل أن تقوم بالهدم ويجب أن تدفع ثمن ممارستها. هذا هي الرسالة الأساسية باعتقادي. هدم المنازل تحت هذه الحجج في القدس أو الاختراط بالقدس هي ليست متصلة بموضوع التنظيم وغير التنظيم وأسباب إدارية، هناك سياسة تقف خلفها وهي تقليل عدد الفلسطينيين في هذه المدينة وتفريق هذه المدينة. وتعد الرسالة التي من المتوقع تسليمها قريبا لإسرائيل بمثابة خطوة احتجاجية ثانية لدول تندرج في إطار المجموعة الأوروبية للمساعدات الإنسانية، إذ سبقها قبل نحو شهر ونصف مطالبة الاحتلال بإعادة معدات صادرها بينها ألواح للطاقة الشمسية تم التبرع بها لقرى بدوية، فيما ترفض إسرائيل الطلب الأوروبي بشدة مدعية أن دعمه غير قانوني ويتم دون تنسيق معها. وبالإضافة إلى التصعيد الميداني الإسرائيلي ضد القدس وأهلها منذ بداية السنة الحالية، استيطان وتيرته متسارعة تفيد المعطيات بأنه مع نهاية هذا العام ستكون إسرائيل قد أنجزت بناء 12,000 وحدة استيطانية جديدة، ما يعني عبثية الحديث عن عملية سياسية جادة تؤول إلى تحقيق حلم الفلسطينيين بدولة مستقلة. سحر بنيرة، الإخبارية، القدس المحتلة.